إذا هو الخالق عز وجل خلق الإنسان من عدم إلى وجود، يرحم ويزيح الذنب عن عبده ويصبح عبده ما عليه شيء من الذنوب. طيب أنا بشر وأنت بشر، إيش منتي عليك؟ أنت يا هذا البشر، أنا إيش منتي عليك؟ أنا مثلك، أنا ما أقدر أسوي شيء فيك من الخير والجميل والمعروف اللي يخليك أنت يعني تنسى كل شيء اللي أنا بسوي فيك من الخطأ. لا ما أقدر أنا أسوي شيء لا يقدر لا تقدر أنت تسوي أنا أسوي بس. فأنا يجب أني ما أتكبر عليك وأني ما أصالحك وأني ما أسامحك وأني ما أرحمك، يجب أني أرحمك ويجب أني أصالحك، ومن قدر وعفى فأجره على الله.